يا هلا ومرحبا فيكم أعزائنا المشاهدين في هذه الحلقة المتجددة من برنامجكم سلام يا كويت. نقول لكم إن شاء الله تحية يومية لكم نابعة من القلب من قناة الكوت الفضائية وخاصة ستاف والفريق العام ببرنامج في سلام يا كويت. نقول لكم إن شاء الله في كل مرة نحاول نقدم كل ما هو جديد أو ما هو على الساحة المحلية والعالمية أيضا، نحاول إن شاء الله بقدر الإمكان إحنا نوصل لكم المعلومة والفائدة المرجوة. طبعا ما يعني اكذبوا انما صدقوا اللي قالوا بان المرأة هي نصف المجتمع، ودائما نأكد بان وراء كل رجل عظيم امرأة، ما حد ينكر هذه الحقيقة. ياما امهات ربوا رجال ونعم الرجال اللي شفناهم حققوا كثير من الانجازات في الحياة في الوطن في جميع مجالاته. نقول لكم لم يكن ايضا العمل التجاري غريب على المرأة الكويتية، حيث مارست العمل التجاري ومنذ قديم الزمان وان كان محدود ولحاجات بسيطة تكاد تقتصر على الحاجات الأساسية للمرأة آنذاك. وفي العصر الحديث نجحت المرأة الكويتية أيضا في تصدر العديد من المجالات العملية والعلمية المحلية والعالمية، وحققت جدارة مشهودة في إدارة شؤونها الاقتصادية والاجتماعية على المستويين العام والخاص. طبعا هذا كله ينبئ لمقدرات وقابليات المنافسة بأوسع معانيها وحقولها. يلاحظ على المستوى العام إقبالا سنويا متزايدا في أعداد السيدات اللاتي يحاولن الدخول إلى عالم التجارة والأعمال، وبنسبة نجاحات جيدة لا تقل عن النسب المتعارف عليها عالميا. وأثبتت المرأة على ترجمة قدراتها على طبعا عمل نافع للوطن، حيث أن هناك قدرات مالية وعلمية للمرأة غير مستقلة أو مستثمرة كما يجب في ميادين الأعمال، وهي المليارات خلنا نقول اللي تتمثل في ودائعها لدى المصارف المحلية. ومع ذلك نلاحظ بوضوح في السنوات الأخيرة إقبال المرأة على طرق المجالات اللي تناسبها، وحتى أنها دخلت مجالات كانت مقتصرة على الرجل، مما طبعا يعني يشيع نظرة متفائلة ومفعمة بالثقة نحو مستقبل نقول عمل للمرأة الكويتية أو المرأة بشكل عام. من الخطوات الهامة طبعا لدفع المرأة الكويتية نحو العمل التجاري والاستثماري ضرورة تشجيع المرأة وفتح مزيد من الفرص والمجالات المناسبة لأنشطة المرأة، وأيضا تيسير الإجراءات والاشتراطات الخاصة بإقامة منشآت صغيرة أو نقول متوسطة للمرأة، وإيجاد أيضا دائرة خاصة ونافذة موحدة تحت سقف واحد لإنهاء الإجراءات الضرورية لتأسيس تلك المشاريع اللي تخص المرأة وتشجيعها على النهوض بأفكارها المبدعة في المجالات الخدمية والإنتاجية دون إعاقة سبيلها. نقول لكم طبعا احنا ايضا نلاقي في المجال الاخر او نقول يعني في ايضا ممكن تكون جهة مضادة لهذا الفكر وهذا المبدأ. نقول بعض التيارات قد تهاجم هذا الموضوع ويقول لكم دائما ان المرأة مكانها الصحيح او المعقول او المفترض ان يكون هو بيتها، اسرتها، تربية ابنائها، رعاية نفسها وزوجها. طبعا هذا لا خلاف عليه هذا الكلام، نقول لكم حول هذا الرأي وذاك، إن شاء الله تعالى راح نستفيد من هذه المعلومة اليوم في حوارنا إن شاء الله الهادف مع كل من السيدة مها البغلي رئيس شبكة سيدات الأعمال والمهنيات، والدكتورة ريهام الحميان سيدة أعمال وتعمل كمدرب ومستشار تطوير الأعمال والرئيس التنفيذي لمركز دار الإبداع للاستشارات، حياكم الله معنا. الله يحييك، مشكورة. طبعا عطيت انا مقدمة قد تكون طويلة، حابين نعرف بالتأكيد يعني بالسادة المشاهدين بأهمية هذا الموضوع، مسألة يعني دخول المرأة لمعترك العمل أو العمل التجاري يعني بشكل خاص. ابتدي معاك دكتورة ريهام، أسباب ممارسة المرأة الأعمال التجارية يا ترى ليش؟ شنو الأسباب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا دخول المرأة عالم التجارة بسبب الظروف اللي حاليا موجودة وهيئت لها مثل ما يقولوا فتحت لها الطريق انها تدخل في هذا المجال، منها التغيرات على مستوى المجتمع، التغيرات الثقافيه، دعم الاسره لدخول المراه، بالاضافه الى التغيير اساسا في طريقه تفكير المراه
منها عندنا ساهم في دخول المرأة إلى العمل التجاري. طبعا بالإضافة إلى إحنا إذا قلنا دخول العمل التجاري له مستويات، في مستويات صغيرة بسيطة اللي تبدأ من الأعمال التجارية على مستوى المنزل، وفي لا تجارية كبيرة. إذا جينا على المستوى البسيط الصغير، سبب دخول المرأة الرئيسي من خلال ما أنا قابلت وشفت اللي هو مساندة الزوج وتحمل الأعباء، وخصوصا من الناحية المادية للبيت وللأسرة. جميل، استاذة مها رايك بهالموضوع؟ طبعا انا اتفق مع دكتوره ريهام ان الحين متطلبات الحياه والمعيشه وغلاء المعيشه، والمراه تحب انها تحافظ على مستوى معيشي معين لها ولبيتها ولاولادها. فلما يكون حق البيت عائلين بدل عائل واحد اكيد الحياه راح تكون مريحه اكثر. سبب اخر انا اعتقد ان المراه الكويتيه طموحه، خصوصا انها لما تكون مثقفه تكون دارسه عندها شهادات عاليه، فما راح ترضى انها تقعد في البيت وما تكون منتجه. يعني ما اقلل من دورها كأم وزوجة، اكيد هالدوار مهمه جدا، بس هي كونها متعلمه ومثقفه تبي تمارس الشيء اللي تعلمته، تبي يكون لها هدف اكبر بالحياه، تبي يكون لها بصمه في المجتمع، دور في تنميه الوطن، في مراكز صنع القرار. فأعتقد أن المرأة الكويتية دائما كانت مبادرة، دائما شخصيتها تحب تفرض شخصيتها، تحب يكون لها دور، يكون صوتها مسموع. جميل. فدورها في سواء بالجوانب المهنية أو التجارية واضح يعني من زمان، وفي تقدم حتى بشاباتنا الحين. أستاذة مها ذكرتي نقطة جدا مهمة، هي سؤالي أيضا بصراحة لكم، هل يعني بسبب التحرر بالفكر، خلنا نقول الانفتاح الكبير على العالم، هذا اللي خلى المرأة يعني يكون لديها الجرأة الأكبر بأنها تدخل هذا المعترك الاقتصادي أو التجاري باعتقادكم؟ هو أكيد الانفتاح له دور، يعني خصوصا الشعب الكويتي سواء يعني بنات أو شباب، مقارنة بالدول الخليج شعب منفتح أكثر، يسافر أكثر، يطلع أكثر، فهذا هم له دور إنه يحبون إنه يشتغلون، يجربون، يثبتون ذاتهم، وسواء داخل الكويت أو برا الكويت. دكتورة ريهام، هنالك من يعني يتهم المرأة الكويتية بأن والله سبب انشغالها بالتجارة، أو خلنا نقول هي تعتبر كسبب للتهرب من واجباتها الأسرية والمنزلية، فهل تعتقدين بأن هذا بالفعل يعني سبب موجود؟ أنا أعتقد أن موضوع اللي هو التهرب أنا ما أقدر فقط أسنده للمرأة صاحبة التجارة، يعني أنا أشوف حتى في عندنا ربات بيوت، البعض طبعا يعني كمثال بنتكلم، فاشلين في إدارة البيت وتربية الأبناء. لكن يقولش دكتور يعني اللي تدخل مجال التجاري ممكن هذه تعتبر متحررة أكثر يعني. وشوف هي ما تدخل مجال التجارة إلا إذا كان في دعم من البيت، سواء كان الزوج أو الأهل. أما أن دخول مجال التجارة من غير ما يكون في موافقة مسبقة من البيت راح تصادف وايد مشكلات، يعني سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة. يمكن في السنوات الأولى تتطلب منها جهد مضاعف، ساعات عمل إضافية، لأن في مرحلة خلينا نقول تأسيس اللي هو المشروع أو العمل، وتكون هناك بعض فعلا المشكلات، لكن المشكلات يعني بسيطة. تكبر المشكلة إذا هي ما قدرت توازن بحياتها، ما قدرت تعمل وزن ما بين الحياة الشخصية ومتطلبات الحياة الاجتماعية واللي هو متطلبات العمل، لأن الأثنين إذا الواحد انشغل فيهم سواء كان الجانب الشخصي والأسري أو الجانب العملي راح يسحبك وأنت ما تحس بنفسك. فأنا لازم أسوي يعني أسوي كنترول، أسوي ستوب حق الشيء هذا، بدل ما أقعد للساعة 9 10 11 لا خلاص 6 7 المفروض أن أكون أنا قايمة من شغلي وخلاص. نكمل يعني وقت تنظيم ثاني. وقت يعني تنظيم وقت ووضع أولويات. نعم أكيد هذا شيء أكيد، وأهم من هذا كله الاتفاق المسبق مع البيت والأسرة. يعني لازم يكونون متفهمين للشيء هذا خصوصا في السنوات الأولى من انطلاق اللي هو المشروع أو العمل التجاري. نعم أستاذة ما، طبعا بالتأكيد يعني دائما الاتفاق يؤدي إلى يعني خلنا نقول الاستقرار في العلاقة، والحمد لله استتاب الأمن مثل ما نقول في البيت، ولكن يعني ما أيضا ننكر بأن هنالك الكثير من السيدات يكون لها فكرها الخاص، قرارها الخاص فيها، فما تعتقدين بأن قد تكون صائبة فيما لو عارضت الرجل أو الزوج في هذا المجال، هو الآن مو موافق لكن هي ترى بأن هذا الأمر مفيد له ولأسرتها، فما تعتقدين بأن لما تكون يعني جريئة وتملك قرارها الخاص وقد تعارض الرجل في هذا الأمر، هل يؤدي سلبا على الأسرة واستقرارها؟
هو يعني عدم الاتفاق أكيد راح يأثر سلبا، بس هي المفروض يعني بذكائها تحاول شلون تكسب رضا الزوج أو رضا الأبو. نعم. أنها تمارس الشغل اللي هي تبي تسويه، وبالنهاية يعني أنا بالعكس ألوم الزوج إذا ما يشجعها، يعني ليش إذا هي عندها طموح وقادرة أنها توفق ما بين الشغل ما بين الأسرة وترتب أولوياتها، المفروض يشجعها، ليش يعارض؟ صحيح. احنا مسألة ان يعني دور الاب او دور الزوج في هذا الموضوع، دكتورة ريهام ما تعتقدين بان ايضا قد يكون الزوج هو الدافع اساسا من وراء دخول المرأة المجال التجاري، ولا تخالفين بالموضوع؟ لا نعم بالضبط، انا يوني حالات في المكتب الاستشارات واصحاب يعني صاحبات مشاريع. نعم. معهم ازواجهم يعني هو اساسا إيه جاي معهم اصلا على الموضوع، تشجيع معطيها دعم. ويوجهها ومثلا يقول هذا صح ولا هذا غلط. وتشوفين مثلا صارت في مشكلته معاها، في واحده من صاحبات المشاريع ما رحت خذيت منها حلو، اخوها هو اللي يجيب الحلويات وينزل ويجيب ويشرف يعني على الموظفين. صراحه جميل انه يكون في مشاركه. نعم. ايضا في الموضوع يعني. لان من اهم عوامل دعم نجاح التجاره والمشاريع صدقيني الدعم من البيت بالدرجه الاولى، لان اذا ما كان في دعم راح تصير مشاكل. أكيد. هذا يأثر من ناحية النفسية. أكيد. على صاحبة المشروع، وين الواحد يقدر يركز؟ فالاستقرار والدعم من البيت أحد أهم أسس نجاح العمل التجاري والمشاريع. نعم. بالنسبة لو نتكلم عن يعني إذا كان أساساً الأب أو الزوج هو السبب وراء يعني تمكن المرأة أو دخولها في هذا المجال الاقتصادي، شنو نقول هذه الأسباب اللي تدفع الزوج من هو أساساً المفروض أن يشجعها أو هو يعني انجبر أن يشجعها بسبب ظروف معينة؟ طبعا تشجيع الزوج والأبو هذا نابع من ثقته وإيمانه فيها وفي قدراتها، وأنها تكون حتى مثال حق عيالها لما تكون إنسانة متفوقة ومنجزة ومتميزة وبنفس الوقت محافظة على بيتها ومحافظة على عيالها، يعني هذا مثال بالعكس يقتدى فيه. وأنا أشجع كل زوج كل أبو يعني يسمح حق بنته أو زوجته أنها تمارس سواء هواية سواء مهنة ويشجعها يوقف معاها، بالعكس هذا شيء حلو وقدوة حلوة حق الأبناء. تتوقع أستاذة مها بأن يعني ممكن أحيانا قد تكون الظروف الصحية مثلا عجز الأب عند ظروف صحية معينة تمنع أساسا من الخروج إلى العمل وكسب يعني القوت لأسرته، فما تعتقدين بأن هذا يعني أيضا يعني يشجع أكثر ونقول أن المرأة بصراحة معاها الحق بأنها تطلع للعالم الخارجي وتعمل؟ لا بالعكس، هذا يعني ينبع من إحساسها بالمسؤولية، يعني خصوصا إذا كان عندها عضو بالأسرة سواء أب ولا أم. نعم. ومحتاجين رعاية أكثر، محتاجين من ناحية المادية، فبالعكس هذا يكون عليها ضغط ومسؤولية، فتشوفينها تشتغل أكثر وتحاولها تنجز أكثر على أساس أنها لا تقصر عليهم. بعد في إضافة على النقطة هذه، تفضل. المهارة تلعب دور كبير، يعني يجون بعضهم يقول أنا ودي أبدأ مشروع ودي أشتغل بس ما عندي المهارة اللي موجودة عند زوجتي أو عند أختي. أنا أوكي أنا أشتغل أنا أنتج بس أني أتعامل مع عملاء وأدير شغل أنا ما أقدر، فيعطيها هذا الجانب من العمل مشاركة. وبعضهم اللي هو الأبهات يصير ما عنده ولد وعنده حلال، فوين يروح الحلال؟ فلازم تمسكه البنت يعني. إيه ويا ما شاء الله يعني نساء قادرات وما شاء الله تملك المهارة مثل ما ذكرتي وعندها الذكاء في التصرف ونجحت وعندها يعني طريقة في إدارة الأمور. عندنا أسماء بارزة بالمجتمع يعني ما شاء الله مسكوا يعني تجارة أهلهم وما شاء الله نجحوا. صحيح. لكن ما تعتقدين بأن قد يعني الغيرة تلعب دور في هذا الموضوع دكتورة ريهام، خاصة لما الزوج يشوف يعني زوجته يعني غير وضعه أو يعني تقريبا نقول إيه هي أحسن منا ماديا؟ نعم. فما ممكن الأمر هذا يسبب مشاكل؟ هني عاد نرجع على الكلمة اللي قالتها أستاذة، ما هذا ذكاء المرأة؟ يعني شوف إذا هي بتحسسه إن هي أحسن منا وإن هي عليها مثل بقول لها فضل عليه وعلى البيت، هني أكيد طبيعي يعني ما راح يرضى يعني. فهني عندنا يكون دور المرأة وشلون تقدر توازن هالأمور وتخلي هو يمارس دوره يعني كأب، يعني في بعضهم حتى لدرجة إنها ما تحاول يعني تفصل بين دورها بالتجارة والشركة عن دورها داخل البيت، داخل البيت خلاص هي زوجة وأم. صحيح. يختلف عن شنو أنا اللي قاعدة أسوي بالمكتب أو بالشركة، فرض راي، إصرار، قيادة فريق، خلاص في البيت أنت واحدة ثانية. نعم. أنت زوجة أو أنت بنت وعندك ولي أمر، فهذا عندنا دور المرأة وذكائها هو اللي يلعب
دور كبير بالشيء هذا. إذا نقول لكم حول هذا الموضوع الإعداد جهزوا لنا هذا التقرير الخاص بالمرأة ودورها الفعال كسيدة أعمال، نشوفها معاكم من ثم لنا عودة مشاهدينا. لم يكن العمل التجاري غريبا على المرأة الكويتية، حيث مارست العمل التجاري منذ قديم الزمان، وإن كان محدودا ولحاجات بسيطة تكاد تقتصر على الحاجات الأساسية للمرأة آنذاك. وفي العصر الحديث نجحت المرأة الكويتية في تصدر العديد من المجالات العملية والعلمية المحلية والعالمية، وحققت جدارة مشهودة في إدارة شؤونها الاقتصادية والاجتماعية على المستويين العام والخاص، مما ينبئ بمقدرات وقابليات للمنافسة بأوسع معانيها وحقولها. ويلاحظ على المستوى العام إقبالا سنويا متزايدا في أعداد السيدات التي يحاولن الدخول إلى عالم التجارة والأعمال، وبنسبة نجاحات جيدة لا تقل عن النسب المتعارف عليها عالميا. وأثبتت المرأة ترجمة قدراتها إلى عمل نافع للوطن، حيث أن هناك قدرات مالية وعلمية للمرأة غير مستغلة ومستثمرة كما يجب في ميادين الأعمال، وهي المليارات التي تتمثل في ودائعها لدى المصارف المحلية. ومع ذلك نلاحظ بوضوح في السنوات الأخيرة إقبال المرأة على ترقي المجالات التي تناسبها، وحتى أنها دخلت مجالات كانت مقتصرة على الرجال، مما يشيع نظرة متفائلة ومفعمة بالثقة نحو مستقبل عمل المرأة. ومن الخطوات الهامة لدفع المرأة الكويتية نحو العمل التجاري والاستثماري ضرورة تشجيع المرأة وفتح مزيد من الفرص والمجالات المناسبة لأنشطة المرأة وتيسير الإجراءات والاشتراطات الخاصة بإقامة منشآت صغيرة ومتوسطة للمرأة، وإيجاد دائرة خاصة ونافذة موحدة تحت سقف واحد لإنهاء الإجراءات الضرورية لتأسيس المشاريع التي تخص المرأة وتشجيعها على النهوض بأفكارها المبدعة في المجالات الخدمية والإنتاجية دون إعاقة سبيلها في بدء مثل هذه الأنشطة طالما كانت مستوفية للشروط الضرورية. ومن البديهي القول أن هناك معوقات وتحديات جدية وحقيقية تواجه دخول المرأة لميدان النشاط التجاري، فهناك نوع من التهيب وعدم الارتياح في نظرة الفرد تجاه المرأة أو سيدة الأعمال، وهي النظرة المرتبطة ببعض العادات والتقاليد، حيث أن هناك دائما ميلا إلى القياس على نماذج من ثقافات أخرى، وهو ما يؤثر أو يبطئ من انبثاق معايير تقوم على شروط التطور والتقدم العلمي وضرورته لكافة فئات المجتمع، وما يفرضه الإجراء من صعوبات إدارية وفنية، فضلا عن الصعوبات المتعلقة بإيجاد التمويل بتكاليف مناسبة لقدرة المشروع وقدرة صاحبة المشروع الصغير على التسديد والإدارة كشرطين للاستمرار والتطور. وحول دور المرأة كسيدة أعمال ودخولها المجال الاقتصادي التجاري نكمل هذا الحوار معاكم أستاذة بها. يعني نتكلم بالنسبة للمرأة، يعني طبيعة أعمال تجارية مناسبة لها، هل نقدر نقول يعني لغاية الآن إحنا خلاص يعني ما شاء الله الدنيا كل مالها تطور وقاعدين نسمع ب يعني أفكار مبتكرة صناعات جديدة، فهل لغاية الآن ممكن نفكر بأن هنالك ما هو مناسب وغير مناسب للمرأة كتجارة؟ والله الحين المرأة دخلت في جميع أنواع التجارة والأعمال والوظائف، ما عاد في شيء مناسب للمرأة وغير مناسب. أنا قاعدة أشوف دكتور ريهام قاعدة تبتسم في قلبها حكي، بعدين تذكرنا أمثلة. نعم تفضل. أي أكيد ممكن الدكتور عندها أمثلة، بس يعني أنا شفت حتى عندنا في شبكة سيدات الأعمال يعني عندنا صاحبة المصنع، عندنا صاحبة شركة مقاولات، فيعني المرأة دخلت في جميع المجالات وما في شيء عيب ولا في شيء حرام. شركة مقاولات يعني ممكن أن يكون تحتها مجموعة من العمالة وهي تدير يعني طبعاً ليش لا افتحوا الجراج شغل العمال افتحوا الجراجات جراجات في جراجات في الكويت وهي بنفسها تطلع السيارة موجودة بشوارع حتى الجراج وردي بعد احنا بس الوحدة تودي السيارة الجراج الكل يطالعها يعني نظرة شيء غريب للعلم متزوجة ها متزوجة يعني ودعم كامل من الأسرة هي حابة هذا المجال تحب شغل السيارة إذن حلو ما تحب شغل الدراجة في شيء عيب فالحين يعني بالعكس بالإضافة إلى هو عمل ومحترف أيضا يعني التكنولوجيا وشبكات التواصل الاجتماعي والإنترنت سهلت وايد أمور يعني وأنت قاعدة في البيت تطلبين بضاعة من أي مكان توصلك لباب البيت فسهل علينا وايد ويعني على النساء بشكل عام أنها تدخل في أي مجال تبي بالتجارة يعني لكن خلنا نقول بأن قد يكون هنالك بعض من الأعمال التي قد تخالف يعني مهما كان عادات وتقاليد المجتمع فباعتقاد أستاذة مهب يعني هل ممكن أن يعني الزوجة لما تدخل في هذا المجال الغريب علينا ما ممكن يأثر أيضا علاقتها بزوجها وأبنائها حتى في البيت أو حتى أخوانها وأسرتها يعني بشكل عام
ما المفروض؟ يعني احنا خلينا نتكلم في البدايه عن عادات وتقاليد. الحين مع انفتاح المجتمع ما عادت العادات والتقاليد تشكل حاجز قوي. نعم. خلاص احنا كسرنا هذا الحاجز، العيب العرف انكسر، يعني صار له فتره، بدام انه مو خطا، مو ضد القانون، مو ضد الشرع، خلاص المراه تدخل فيه وهي مرتاحه. اما اذا كانت المشكله في البيت، الزوج مو مقتنع، الابو مو مقتنع، هذا شيء ثاني. يعني هذا مثل ما قلنا ان هي بذكائها تقنعهم ان انا بدام انه مو غلط، مو حرام، مو ضد القانون، ليش ما اسوي؟ نعم، مساله الذكاء هذه ايضا ذكرتيها دكتوره ريهام. اعطينا نصايحك، شلون المراه تكون ذكيه في هذا المجال؟ يعني هذا ترى الامر تبي تبدا، تبي تبدا مشروع يبي له بس ترى يعني نوع من المواجهه، يبي له طريقه بال. اقناع للزوج، ترى الامر يكون بالتدرج، يعني يكون بالتدرج. والله مثلا فلان ابي افتح لي جراج الحين، شلون؟ لا الجراج هذا من البدايه هي يعني اساسا كان في دعم من الاسره، يعني نعم. ترحيب قوي من الاسره، الحمد لله في انفتاح اذا على هالموضوع. اي هذه وضعها يعني مختلف، بس اذا جينا نقول شلون نقنع الزوج او الاب او الاهل انها تبدا مشروع، يمكن في البدايه يكون فيه رده فعل سلبيه، شلون تفتحين مشروع؟ شلون تحتكين مع الناس؟ انت فلانه بنت فلان، شلون تاخذين طلبات؟ هذه مشكلتنا. اي فيكون ممكن تدرج، يمكن مثلا هي بس تنتج المنتج، لكن والله تحط لها مثلا وحده تاخذ الطلبات. تتعامل مثلا مع شركه هي اللي تاخذ الطلب وتوصله، هي ما لها شغل. ففي يكون في تدرج، والله ابدا من خلال فقط الانستغرام، انا ما راح افتح محل، ما راح اواجه الناس. ففي البدايه اذا شاف والله مثلا انه مو مقصره في البيت، مو مقصره بحق عيالها، والامور ماشيه بكل هدوء، شوفين شوي شوي شنو يصير؟ يبدا يعني يتوسع، يبدا يستجيب لطلباتها. البعض منهم مثلا كان يكون في وضع مادي مختلف مع دخولها لعالم التجاره، يكون الوضع المادي شو يصير فيه؟ يتحسن في البيت. نعم. فيحس والله في فرق، تصير حلوه في عينه الحين. إيه؟ فشوف شو يصير؟ يبدا هو يدعمها. نعم. يبدا هو يدعمها. نعم. اذا هو دعمها بدا يفهم شغلها راح تنجح. اما من البدايه كسر راي واجبار وعناد، انا يمرون علي وايد خسروا مشاريعهم والسبه الموضوع هذا العناد. العناد وكسر ومخالفه الراي واجبار الزوج او الاب انها تبدا، هذه مشكله. جميله فكره التدرج في الاقناع. التدرج اجرب. راي استاذه مها، شلون تقدر تقنع اسرتها يعني خاصه لما تدخل في مجال قد يكون غريب علينا نوعا ما؟ يعني اعتقد مثل ما تفضلت الدكتوره انه في البدايه تبدي بطريقه صغيره، انه ما تواجه الجمهور، تشتغل من البيت، انستغرام، تحاول تثبت لهم ان هي قادره تمارس هالشيء من غير ما ياثر على شغلها الثاني او على بيتها او على اسرتها او على حتى حياتها الاجتماعيه، وتدرجا وراح يقتنعون ان شاء الله. يعني تعتقدون بان مثل ما ذكرت دكتور ريهام، نقول بان اذا المراه بالفعل نجحت في هذا المجال وما شاء الله يعني تحسن الوضع المادي، وبالتالي راى الرجل بان اساسا يعني عاد الامر هذا بالايجاب اصلا على بيته وعلى ابنائه، فهل تعتقدين بان بعدين ممكن يعني بعد فتره، يعني دائما يقول لك بان الالف خطوه تبتدي بخطوه، دائما النجاح ما يجي على طول يعني بهالشكل السريع. أكيد. فهل نقول بان على المراه الصبر مثلا في البدايه؟ لازم الصبر، يعني خصوصا في السنوات الاولى وانها تواجه التحديات. نعم هذه. لازم الصبر في السنوات الاولى. انا ما اقدر خلال سنه او اقل اني انا الم كل الامور واخذ، لا يعني طبيعي راح تظهر مشكلات، واول مشكله تظهر من البيت نفسه. فالصبر بس مثل ما يقولون الصبر بحكمه وذكاء. نعم. مو الصبر بالعناد وكسر يعني الراي والقوانين. نعم. طبعا اكيد في مجال اخر نقول بالتاكيد راح ياثر ايضا على المراه، حابين نتكلم ايضا على تاثير هذا المجال التجاري والاقتصادي على سلوكها وشخصيتها ايضا بالبيت وطريقه تعاملها مع الاسره، ولكن بعد هذا الفاصل مشاهدينا خلكم ويانا. نعم ضيفاتنا العزيزات، قبل الفاصل كنا تحدثنا عن شخصية المرأة وسلوكها فيما لو كانت سيدة أعمال. الحين المرأة ما شاء الله يقولك عندها ملايين بالحساب وما شاء الله ممتلكات وعقارات، فيعني أبتدي بالسؤال معك أستاذة مها، يا ترى شلون يأثر على شخصيتها وسلوكها في البيت؟ المفروض ما يأثر، يعني شخصيتها في مجال العمل
مفروض لها يعني سلوك معين، تكون جادة مع الأشخاص اللي تشتغل معاهم، تكون واثقة من نفسها، تعرف شلون تسوق أفكارها، شلون تسوق كمنتج مثلا أو خدمة تقدمها، شلون تتواصل، يكون تكون معروفة بالسوق، تكون منافسة، يعني شخصيتها في مكان العمل لازم تكون قوية، منافسة، جريئة، متمكنة. في البيت غير، في البيت مع زوجها مع عيالها لازم تكون أهدأ شوي، ألين شوي، أحن شوي، فشخصيتها المفروض غير تفصل. لكن أنا حابة أشوف رأي يعني دكتورة ريهام، ترى هم بعد يقولون صاحب بالين كذاب، فما تعتقدين بأن لو كانت هذه المرأة يعني خلاص تعودت أن هي الآن مديرة مؤسسة وتعودت أن هي الآمر الناهي على العمالة اللي عندها، فشلون ينعكس هذا الأمر عليها بالبيت باعتقادك؟ شوفي أساساً صاحبات الأعمال يكون لهم سلوك أو نمط سلوك معين يتصفون فيه، يكون موحد ولا يكون تقدر أن تتغير فيه؟ لا يكون موحد، يعني أنت شوفي أي صاحبة عمل، هذا طبعا حسب تقييم عالمية معروفة، أي صاحبة عمل أو تاجرة يكون لها نمط سلوك معين يميزهم. من أهم الأنماط أو يعني على سبيل المثال عندها اللي هو السلوك القيادي مرتفع، عندها العناد الإيجابي، وعندها بعض السلوكيات الأخرى. هذه الأمور مطلوبة في العمل التجاري، لكن إذا نروح للبيت لازم بأخير أنت أنثى، فلازم يكون في بعض التنازلات. وصدقيني يعني ما تمشي بحياتها إلا إذا كان الطرف الآخر سواء كان الزوج أو الأب له سلوكيات تختلف عن سلوكياتها، لأن لو كانوا نفس السلوكيات حتى لو هي مو تاجرة هي ما راح تمشي بحياتها. بس سبحان الله بالأخير يكون في تكامل بهذه السلوكيات، ما يصير تفاهم بينهم يعني دكتور، يصير تفاهم. لا قاعد أقول لك هو أساسا سلوكه غير عن سلوكها، لازم يكون عكس سلوكها أو يختلف تقريباً عنها تقريباً. فتشوفين هم بالأساس ماشي حياتهم، ليش؟ أنا فيه سلوكيات يعني مثلاً خلينا نفترض هي الآن يعني مصممة أو مصرة على قرارها، فيها نوع من العند لأن عندنا هذا القرار هو صائب، فإذا هو من جانبه لازم يتنازل ويصبر ويوافق على قرارها. هل هذا هو رأيك؟ لا مو بالطريقة هذه، يعني أنا أقصد إنه إذا قلنا خلينا نقول مثلاً المهارات القيادية، أوكي أنا مثلاً في البيت ممكن إني أنا أكون القائد أو أني أنا مثلاً أمشي أمور البيت، لكن مو معناته أن الريال خلاص يكون صفر على الشمال. لا، أنا أشوف هو شنو قاعد يسوي، في أمور ممكن أني أنا أساعده فيها، ممكن أني أنا أوجه، لكن ما يكون توجيه أمام الأبناء، يكون توجيه مثلاً بيني وبينه، مو دصل لدرجة الإحراج أو تهميش دور الأب أمام اللي هو الأبناء. فهني نرجع إلى نقطة اللي هو أي دور المرأة وذكائها وحسن عندنا اللي هو التصرف، لأن إذا أنا بكون قيادية وحازمة وعنيدة مثل ما أنا بالمكتب وأعطي أوامر ولا وإي، خلاص بعد ترجع بيتها لها صعبة، لأن تظل المرأة مرأة والرجل رجل يعني. بالضبط صحيح. أستاذة مها، ترى يعني أيضا يقولون المرأة خاصة ما تكون سيدة أعمال ولها شأنها ولها يعني طريقتها في السيطرة على هذه المؤسسة والعاملين لديها، يعني يكون لها نمط وهو التسلط أو المسيطرة خلنا نقول، شلون تلقينها في بيتها؟ هل أيضا تكون متسلطة بنفس الطريقة؟ هو طبعا يعتمد من واحدة إلى الثانية، بس أنا يعني من وجهة نظري ما المفروض يكون في تسلط لا في البيت ولا في العمل. يعني في العمل أكون قيادية، أكون صارمة، بس مو متسلطة، لأن في النهاية الموظفين اللي عندي أو الناس اللي اشتغلون معي ما أبيهم يخافون مني أو يعني ما راح يتحملوني اذا انا بتسلط، بالعكس ابيهم يرتاحون معي على اساس انه بالعكس يخدمون الشركه ويخدمون المشروع بطريقه احسن، فما بهم ما ابيهم يخافون مني. حتى الخوف يؤدي الى مثلا يكذبون علي او يخشون اذا في مشاكل يخشونها، بالعكس انا اعطيهم الامان واسمع لهم واصر على يعني الموضوع او الراي اللي انا اشوفه، يعني في النهايه هو الاصلح للشركه او للمشروع. بس مو تسلط، بالاصرار غير التسلط. والمشكله ايضا دكتوره ريهام، يعني حتى لو كانت المراه يعني من غير قصد مجرد ان هي تقول رايها مثلا، هو خلاص يعني الزوج خذ هذه النظره عنها بان هي بما ان هي اصبحت تقريبا ارفع منها منزله ماديا او حتى يعني كسمعه ان هي مديره شركه ومن هذا القبيل، فخلاص هو يرفض هالمبدأ أو ما يبيها يعني تفرض رأيها أو تقول حتى أي قرار في البيت. أعطيك مثال، عندي مثلا أنا يعني زميلات بالمهنة معلمات يقولون يعني أي موقف يصير مع أزواجنا
نفس العبارة سبحان الله، يعني الزوج كل زوج لمعلمة يقول لها الكلمة، يقول لها أنا ماني طالب عندك بالصف، مو من حقك تعلين صوتك علي، أنت مو قاعدة تدرسين، أنت مو قاعدة بالصف عشان تكلموا على بهالطريقة. فما تعتقدين بأن دائما النظرة هذه التشاؤمية أو النظرة هذه السلبية للزوجة هي اللي قاعدة تسيء العلاقة في الأسرة؟ يعني هو يعني يعتمد على اسلوبها في البيت بالاخير، ما نقول ايضا اسلوب شخصيه الرجل ايضا، لا لا لا, لا لا درجه الوعي، درجه الوعي للزوج الزوجه وشلونها بس تدخل البيت خلاص تسك الباب وتنسى ان هناك كانت مديره وكانت تنهي وتامر، خلاص انا حينيت في البيت في ولي امر كلمته راح تكون المفروض مفروضه وماشي علي. يعني يمكن ايضا بعض المشكلات اللي هو يظهر التسلط حطه يمكن امام الابناء، فهذا شيء طبعا لا، اذا يعني هي عندنا دورها هي بالدرجه الاولى، لان اذا استمرت بالشيء هذا اصلا هي لقدام ما راح تتحمل كثره الضغوط، راح يبدا يمكن حتى الرجل يتنازل عن دوره ويبدا يحول لها كل الادوار في البيت وهو راح ينسحب، فهني هي ما راح تتحمل، لان مهما كان هي بالاخير انثى ما تتحمل كل هالامور صحيح تمسكها. لا وفي نقطه بعد، او يعني المجتمع دائما يشوف المراه لما تكون شخصيتها قويه يسمونها نسره بالضبط، والريال اذا شخصيته قوي لا ما شاء الله عليه بالضبط. شخصيته قويه هو هذا القصد، المره الشخصيه دائما بالنظره السلبيه يعني خلاص يعني هي شخصيتها كذي قدرها في هذا المجال، يعني ثقافه المجتمع بالاخير فانت صعب تغير ثقافه المجتمع، صعب تتغير ثقافه المجتمع. استاذه مها، بحضرتك كرئيس شبكه سيدات الاعمال المهنيات، اسم الله احنا ما نفاول طبعا على الشبكه اللي عندك، يا رب ان شاء الله سعاده دوم يعني في اسرهم، ولكن ان شاء الله نقول يعني ما لاحظتي من اللي معاك في هذا المجال ما مثلا صار في عندهم نوع من الانفصال ما بين الازواج لهذا السبب، لان هي اساسا مديره او يعني مالكه لمؤسسات تجاريه من هذا القبيل؟ والله امانه يعني احنا ما نناقش الامور الاجتماعيه في الشبكه، يعني شغلنا مهني وتجاري، ما دخلنا أمانة في الأمور الاجتماعية. ما لاحظتوا مثلاً أي مشاكل اجتماعية مثلاً؟ أنا أتوقع الحين صار في وعي أكثر. أيوة. أنا أتوقع يعني حتى عقلية الرجل الحين، أقول الرجل الكويتي صارت عقليته تختلف عن السابق. بالعكس يعني قام يتقبل، أنا قام يشوف إنه ما يقول خلاص صار الحين كل يشتغل، يعني حتى بنات الجامعة من البيت يشتغلون، فصارت يعني ثقافة التجارة يعني شيء صار موجود في كل بيت. فأنا أتوقع أن التقبل أكثر من يعني إذينا قبل 10 سنين أو 15 أو 20 سنة الوضع مختلف. بس الحين انا اتوقع انه في تقبل اكثر، واعتقد يعني حتى يمكن ارتفاع نسبه الطلاق بالكويت لاسباب ثانيه، ما اعتقد انه الشغل مو يعني مو موضوع يعني التجارة. يعني يقول لك والله الزوج او الرجل بانه سبب لها عمليه الهاء، انه يعني لهت عن بيتها، او انه مثلا شخصيتها تغيرت اصبحت مسيطره متسلطه ما عادت تسمع لي كلمه، او مثلا على قولتهم الحين في سؤال بالكنترول من الشباب بخاطرهم لازم اقوله لكم، لان اكيد هو يمثل لسان حال الشباب. يقول يعني رجال قبل لما يكلم المراه او الزوجه سواء بنته ايضا او زوجته، فلما يقول شغله والله تم ترد عليه بكلمة تم على طول. أما الآن وخاصة لما يقول بأن المرأة أصبحت يعني تساير الرجل في مجال العمل والتجارة، فهل تعتقدين بأن ما زالت المرأة الآن في العصر الحديث حاليا ممكن تقول له تم وحاضر؟ هو مو المرأة، أنا اللي شايفته الرجل الحين، الرجل المثقف المتفهم الواعي ما يقبل أنه يعيش مع مرة تقول له تم على كل شيء، أن شخصيتها ضعيفة، أي شيء يقول لها حاضر، ما تتناقش معه، ما تتحاور معه، هي راح تصغر بعينه. فمو المرأة حتى عندنا الجانب اللي هو التربية والمدرسة، أنت حاليا قاعدة تنشئ الجيل أو تعلمه شلون تقول لا، شلون تناقش، شلون تفاوض. فبما اني انا قاعده أهله للامور فصعب ان تقول تم وتسكت، فانت قاعد تاهلني حق شيء، لكن صعب اني انا اقول لان مثل ما ذكرت هي ما شاء الله يعني تعودت على ذكاءات معينه، مهارات، خاصه لما يعني اصبحت في عالم منفتح، يعني هي مو بس قاعده تتعامل مع اسره، انما نقول في اسر عمليه كبيره يعني خلال مجالها الاقتصادي او التجاري العملي بشكل عام. نتكلم الان عن اثرها على الابناء، ما تعتقدون بأن ممكن يعني بأكثر انحرافات اللي تصير في الأبناء مثلا في الأسر، يعني اللي عندهم أم لا هي مثلا بالتجارة بالأعمال الاقتصادية مثلا؟ شوف هو الانحرافات فعلا من إهمال الأم، بس مو شرط أنها هي هاملتهم لأنها قاعد تشتغل بالتجارة،
قد تكون هاملتهم قاعدة تتمشى بالمول ولا تسافر أو هادة بيتها. صحيح. يعني الإهمال لعدة أسباب، فما نحمل بس التجارة وبس الشغل هذا الإهمال، بالنهاية يرجع للأم وتحملها المسؤولية. نعم. فقد تكون مهملة لأن هي مهملة بشكل عام. يقولون دكتورة ريهام بأن أيضا إذا كان مثلا الرجل يعمل لدى سيدة أعمال جميلة. هذا السؤال بصراحة بالإعداد، إنزين بنشوف إحنا شنو رأيهم وأنت شنو رأيك. هل ممكن الموضوع هذا يسبب غيرة، يؤثر عليه هو على أسرته على بيته؟ طبيعي، بعد يعني إذا يشتغل إنسان أعمال جميلة طبيعي زوجته شو طبيعي، يعني إلا إذا كان من البداية متفق ويا زوجته إنه والله أنا راح أشتغل عند فلان وما أدري، أعتقد شوية صعبة. إحنا نبي أثرها على الزوج الآن، أثرها على الزوج كان يعمل عند المرأة، يعني من أي ناحية يكون صديقة. يعني مثلاً كناحية شخصية، كناحية جمالية، أنه يشوفونها مثلاً هي مؤثرة. فما تعتقدين بأن الرجل الذي يعمل عند هذه المؤسسة وعند هذه المرأة ما يسبب مشكلة في بيته مثلاً؟ والله شوفي، حسب أنني أرجع للمرأة نفسها صاحبة العمل، إذا هي فتحت الباب أكيد طبيعي راح يكون في تطور بالعلاقة، أو خلينا نقول العلاقة تأخذ منحى آخر غير أنه هو موظف عندها، فهني هي المفروض تحط حدود للعلاقة بينها وبين الشخص هذا اللي يعتبر موظف بالأخير يأخذ راتب آخر الشهر. نعم. فهني هي اللي عليها، يعني شوفي مثل ما تفضلت من شوية أن المرأة أو التاجرة هي اللي تلعب دور كبير في انحراف الأبناء، هي مهملة بالأساس ما لها شغل، تاجرة أو هي مدرسة أو هي طبيبة. نفس الطريقة عندنا بالنسبة إذا كان يشتغل عندها رجل وهي علاقات الجميلة أو فيها أي أمور ثانية تشد الرجل، هي المفروض تحط يعني حدود للعلاقة، أن تكون علاقة رسمية، علاقة عمل فقط. نعم. خلاص. نعم. أستاذ مهن، نرجع إلى مسألة سيدة الأعمال، يعني بالتأكيد يتطلب هذا الموضوع السفر للخارج لأداء مهمات كثيرة، فباعتقادك الموضوع هذا ما راح يأثر أساسا على أسرتها على أداء متطلباتهم، لأن وجودها بالتأكيد راح يكون مهم بالبيت. هم ما راح يأثر إذا هي يعني رتبت أمورها قبل لا تسافر، تكون سفراتها حق الأمور اللي يعني فعلا تستدعي السفر، مو على طول رايحة ورادة. بعدين سفرات العمل دائما تكون قصيرة، يعني يومين ثلاثة، وأحيانا أنا أحيانا أسافر الصبح وأرد بالليل. بالضبط. صح. وما أسافر إلا مأمنة بيتي وعيالي، مو ناقصهم شيء، فترتيب أولويات. دكتور ريهام، أنا حابة أيضا أتكلم من ناحية خلينا نقول النفسية أو الشخصية، ما تعتقدين بأن راح يؤثر عليها مثلا إذا كانت مثلا غير متزوجة، ممكن أعمال يعني تأخذ من عمرها، أعمال تجارية هذه قد تؤثر على أن قد تتزوج في سن متأخر أو حتى ما تتزوج، برأيك؟ ممكن، لأنه يكون حسب هي وشنو أهدافها وخططها بحياتها، فتكون مثلا مأخر موضوع الزواج إلى أن أنا أحقق شيء أنا أبيه، سواء كان شهادة أو دراسة أو 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 تجارة معينة، فهذا يعتمد عليها هي وشنو تخطيطها لحياتها. وطبعا كل شيء أكيد له مثل ما يقولون ضريبة، اللي مثلا تبي تكمل دراستها يكون له ضريبة، اللي تبي تفتح لها بزنس أيضا يكون له ضريبة، اللي لا والله بعضهم تقول من البداية أنا أبي أكون ربة بيت. إذا أبي... ندمج بكلمة أخيرة منك دكتورة ريهام في هذا الموضوع، يعني ككلمة أخيرة، حسب أنت شنو خطتك لحياتك، أنت وين رايحة، أنت شنو تبين، تبين تدرسين، تبين تفتحين تجارة أو بزنس، ليش، وين تبتوصلين في هذه التجارة؟ تجارة مو بس أني أنا أسوي كيك وبيعه أو أخيط القميص وبيعهم، لا، تجارة أكبر من كذي. خططي لحياتك صح، علشان منها إذا أنت اقتنعتي باللي أنت راح تسوينه، نعم، تأكدي 100% البيت أنك راح يقتنع. صحيح. راح تكون عندك الضغوط والمشاكل أقل. أما أني أنا أقط نفسي قط على التجارة من غير تخطيط سليم، راح تبدأ عندنا مشاكل تتفاقم. نعم. والمشروع راح يتسكر خلال حتى يمكن أقل من سنة. نعم. صحيح. أستاذة مهن، نصيحتك للمرأة إذا كانت تبي تحقق أمنية بأن تكون سيدة أعمال. أنا أعتقد المرأة يعني لازم توازن ما بين العمل والأسرة، يعني الأسرة أكيد مو أقل أهمية من طموحي ومن تجارتي. وبالنهاية يعني أنا أتمنى أن كل مرأة تعرف هي شنو تبي، شنو هدفها بالحياة، وين تبي توصل، تكون رؤية واضحة عندها، وبعدينها يعني تهتم بنفسها من ناحية الجسدية، من ناحية صحتها ذهنيا روحانيا، على أساس أنها تكون قادرة أنها تكون منجزة وتعطي حق بيتها وحق شغلها.
بالتأكيد، وأنا طبعا أشارككم الرأي وأقول لكم في النهاية يعني ما في أساسا يعني عمل ينجح في الحياة إذا ما كان في مشاركة ما بين الأدوار ما بين أفراد الأسرة. بالتأكيد، ولا إيش رأيكم؟ أكيد ما نقول بس دائما نحط اللوم على المرأة تكامل. والشغل كله على المرأة والمسؤولية كلها على المرأة. بالفعل أنا وافقكم الرأي. نعم، الله يعطيكم العافية على هذا اللقاء المثمر حقيقة، ونقول إن شاء الله يا رب يعني يكون عمل ناجح إن شاء الله ومثمر، لأن بالنهاية بالتأكيد بيرجع لبيتها. نعم، يعني المرأة ما راح تسوي شيء هذا لنفسها فقط، إنما صحيح. أكيد يعني الفائدة تكون لأسرتها سواء لأبوها لزوجها لأبنائها والمجتمع بعد. نعم، الله يعطيكم العافية إن شاء الله، نقول مع المزيد من التقدم إن شاء الله في مجالات عملكم بإذن الله. إذن مشاهدينا الكرام، نشكر كل من السيدة مها البغلي رئيس شبكة سيدات الأعمال والمهنيات، والدكتورة ريهام الحميان سيدة أعمال ومدرب أيضا ومستشار تطوير الأعمال والرئيس التنفيذي لمركز دار الإبداع الاستشارات. إذا نقول لكم مشاهدينا الأعزاء، اليوم حلقتنا نسائية بحتة جميلة ومفيدة بإذن الله، لكن راح نقول لكم الآن راح ننتقل من العمل التجاري والاقتصادي إلى الصحي والطبي الخاص بالمرأة، تابعونا. حياكم الله مشاهدينا مجددا ومشاهداتنا، بالأخص نقول لكم كثرة شيوع أمراض سرطان عنق الرحم، ربي يبعده عنا أجمعين يا رب، ويشفي كل من يعني ياها هذا المرض. ربما نقول دقت جرس الإنذار لدى الكثير من الجهات المعنية بالأمر بنشر التوعية انتباه لهذا الموضوع اللي قاعد ينتشر ما بين النساء بأهمية الإدراك بمخاطر هذا المرض ومواجهته عبر مراجعة الطبيب المختص دوريا، حتى ناخذ التعليمات اللازمة من خلال المراجعة المستمرة للكشف عن أي أعراض بصورة مبكرة، لا سيما بأن هذا المرض للأسف يسمونه من النوع الصامت ولا تظهر أعراضه بشكل مبكر. وحول هذا المرض وأعراضه وخطورته يسرنا أن نستضيف الدكتورة فريال عبد الحميد العوضي استشارية نساء وولادة وعقم وأطفال أنابيب. حياك الله معنا دكتورة فريال. الله يحييك أختي. يعني دكتورة، للأسف إحنا بدينا بالمقدمة بأن يعني المرض قاعد ينتشر، نقول يا رب إن شاء الله مع تقدم العلم الحمد لله رب العالمين، يعني ديننا أعطانا الأمل أصلا بأن لكل داء دواء. نعم، فإن شاء الله يا رب نقول يعني اليوم لقائنا معاك يكون في نوع من الأمل. زين، للي إن شاء الله تعالى يعني نقول تشفى بإذن واحد أحد من هذا المرض، واللي توها الحين شافته بمرحلة الأولى تدارك إن شاء الله تقدر تعالجه. فبداية دكتورة فريال، خلينا نتكلم عن طبيعة هذا المرض. مثل ما قلتي، طبيعة هذا المرض يعتبر نوع من أنواع سرطانات اللي هي الصامتة، ما في لها أعراض معينة في البداية، بحيث أنه ممكن المرأة ما تشتكي من أي شيء معين إلا في مراحل متقدمة. طبعا في المراحل المتقدمة مثل اللي تجينا بأعراض حتى أعراضها غير دقيقة، مثلا تقول عندي مشكلة في التبول، يكون عندي مشكلة في نزول دم مهبلي، ممكن تقولك عندي مشكلة آلام بالظهر، مشكلة في آلام أثناء العلاقة الزوجية، ومن ثم لما نكشف على عنق الرحم نشوف إن هي وصلت لمراحل متقدمة. يعني من ضمن أعراض دكتورة فريال أنت ذكرتيها، ممكن يكون مثل ما ذكرتي أنها مشكلة في التبول أو حتى في يعني آلام بالظهر. نعم، أو إفرازات مهبلية متكررة. والإفرازات المتكررة. نعم، أغلبهم في البداية يعانون من الإفرازات المهبلية المتكررة، ومن ثم الدم يكون مصاحب مع الإفرازات، وبعدين اللي هو الألم أثناء العلاقة الزوجية. طيب هذه الأعراض دكتورة فريال يعني هل تكون بالمرحلة المبكرة، ولا هذا معناته بأن هي الآن أصبحت للأسف في مرحلة متقدمة من هذا المرض؟ نعم، أغلب هذه الأعراض تظهر في المراحل مثل ما ذكرتي في المراحل المتأخرة من المرض بعد انتشار المرض، بحيث أن يكون عنق الرحم تقريبا مصاب كليا بعدين تشتكي من هذه الأعراض. من كذي احنا نعطيكم الأمل اللي قلتي عنه، وإن شاء الله رح نتطرق حق شنو اللي وصلنا له علميا في تجنب هذا السرطان. وين ينتشر تقريبا دكتورة فريال؟
نعم، السرطان عنق الرحم. أي. هذا وين ينتشر بالضبط؟ طبعا مثل راح نشوف في الصورة اللي راح يحط لنا اياها المخرج ان شاء الله، عنق الرحم عبارة عن منطقة ما ادري، انا ارجو بس من الكنترول بان تتوفر عندكم الصورة موجودة معنا الان، الصورة الاولى. أي نعم. مثل ما نلاحظ منطقة عنق الرحم هي عبارة عن منطقة توصل بين المهبل وبين الرحم. يعني عنق الرحم يعتبر جزء من الرحم نفسه، لكن بدايته يكون داخل المهبل. نعم. في هذه المنطقة في نوعين من الخلايا، اللي هو بالإنجليزي تسمى سكويمس كولومينر جانكشن، بحيث أن هذه الخلايا تكون انتقالية ما بين أنسجة المهبل وأنسجة الرحم، لذلك سميت في عنق الرحم. وهذه المنطقة الخلايا اللي فيها تكون معرضة للتغيير بشكل سريع، ومن ثم تؤدي إلى السرطان عنق الرحم. إذن دكتورة فريال، حضرتك يعني ذكرتي نقطة بأن ممكن تكون لها طبيعة انتقالية طريقة السرطان، أعوذ بالله، هذا العنق الرحم. نعم. في له انتقال يعني ما بين الخلايا في جسم المرأة؟ نعم، هو المسبب الأول لسرطان عنق الرحم، ومنظمة الصحة العالمية. نعم. الأمريكية و البريطانية والأوروبية كلهم أكدوا أن سرطان عنق الرحم سببه الـ HPV فيروس، الـ Human Papilloma Virus، بحيث أن هذا الفيروس يعيش في عنق الرحم، وما مع تقدم السن، نزول المناعة، عدم الكشف المبكر، تؤدي إلى تغييرات، ومن ثم تتحول إلى خلايا، تحول الخلايا هذه اللي قلنا عنها في المنطقة إلى خلايا سرطانية. نعم. دكتورة فريال، حضرتك ذكرتي نقطة الجهاز المناعي لدى المرأة. يعني الحمد لله رب العالمين، من نعمة الرب الإله على الناس بأن عندنا إحنا جهاز مناعي وقاعد يقاوم الكثير من الأمراض. نعم. وربما جميع الأمراض. نعم. ولكن طبعا يعتمد على يعني طريقة الإنسان، ممارسات الغذائية وهالأمور. طيب لو نتحدث عن هذا المرض، كيف يكون جهاز المناعة بالنسبة للمرأة؟ ما في يعني ذيك المقاومة مثلا اللي ممكن تقاومه؟ طبعا اللي يصير إن الفيروس هذا ينتقل عن طريق اللي هو العلاقات الزوجية. أوكي. العلاقات الزوجية بحيث إنها الرجل يكون موصل ل HPV فيروس اللي ذكرناه، اللي هو من اللي ذكرت منظمة الصحة العالمية أنه هو مسبب لسرطان عنق الرحم بنسبة 98%. يعني تقريبا المسبب الأول إذن. نعم، هو المسبب الأول والرئيسي والأساسي، اللي هو الحين كل العالم متوجه إلى كيفية مقاومة هذا الفيروس. من أي علاقة، سواء طبعا في مجتمعاتنا تكون العلاقة الزوجية أو العلاقات الغير شرعية، تؤدي إلى انتقال هذا الفيروس. هذا الفيروس راح يعيش في منطقة عنق الرحم اللي تكلمنا عنها، في الخلايا اللي هو تربط بين المهبل والخلايا اللي تربط بين الرحم، اللي هو يسمونها بالإنجليزي الكولومينور إبيثيليار جانكشن، سكويمس كولومينور إبيثيليار جانكشن. تعيش في هذه المنطقة ممكن من خلال سنة إلى 17 سنة أو 20 سنة أن تتطور وتسبب تغيير في الخلايا. متى تنزل مناعة المرأة؟ فلنقل مثلا أنها في العقد الأربعيني أو الخمسين. يعني خلال 20 سنة يتم المرض هذا دكتور، الفيروس يكون موجود. نعم. فيروس موجود. نعم. وما يكون له أي أعراض علشان تشعر في المرأة؟ ما يكون له أي أعراض. من شديد يسمى بالسرطان الصامت. نعم. الصامت، بحيث أن أعراضه تبدي جدا في مراحل متقدمة مثل ما ذكرنا في البداية. نعم. فمثلا مع تقدم العمر طبعا الجهاز المناعي تعرض المرأة مثلا للضغط، للسكر، أي شيء طبيعي. نعم. يعني من يكبر غير الشباب، أمراض في الكلى، أمراض صحيح. في الكبد. فبما أن مناعتها تقل، فهذا الفيروس يأخذ طبعا يتنشط ويأثر على الخلايا الموجودة هذه وتحولها إلى خلايا سرطانية. طيب دكتورة فريال، ما مدى خطورته الآن نقول على الزوج؟ يعني فيما لو كان هنالك علاقة أو جماع، هل يسبب خطورة بالنسبة للزوج إذا كانت المرأة مصابة الآن؟ والله إن الرجل دائما محظوظ في العلاقة هذه، لأن الرجل يعتبر موصل للفيروس، وتأثيره على المعدة البعيد ممكن في البداية يحدث له ثواليل
والتي يمكن علاجها عن طريق الكي، وفي ممكن في مراحل متقدمة وجدا جدا جدا تعتبر نادرة ممكن يصابون في اللي هو السرطان العضو الذكري. يعني إذا كان هنالك طريقة الجماع طبعا أو العلاقة الزوجية، إذا كانت المرأة مصابة ممكن تؤثر على الزوج. نعم نعم، هي الزوج ممكن يحصل يعني عليها من العلاقات الغير شرعية سابقا. نعم. ويكون حامل لهذا الفيروس، وبمجرد أنه هو طبعا يتزوج المرأة ينقل لها هذا الفيروس. نعم دكتورة فريال، حابين نشوف معاك مع السادة المشاهدين هذا التقرير المتعلق بمرض سرطان عنق الرحم، والعياذ بالله يبعد عنا وعنكم بإذن الله ويشفي كل مريضة فيه، نشوفها معاكم. أصبح سرطان عنق الرحم من أخطر الأمراض وأكثرها شيوعاً التي تصيب النساء حول العالم، حيث تشير الإحصائيات العالمية أن المرض مسؤول عن وفاة امرأة كل دقيقتين وامرأة كل ساعة في منطقة الشرق الأوسط، ويعتبر السبب الثالث في العالم للوفيات عند النساء بعد سرطان الثدي. ويرجع الأطباء السبب الرئيسي الأول وراء الإصابة بسرطان عنق الرحم إلى فيروس الورم الحليمي HPV، إذ يشكل هذا الفيروس تقريبا 99% من الإصابات لدى النساء، إضافة إلى التدخين وبعض العوامل الغذائية، مؤكدين أهمية التطعيم ضد مرض سرطان عنق الرحم. ويؤكد الأطباء أن النساء لا يبدين اهتماما بالسؤال أو معرفة ما هو هذا المرض، وهو ما يعد مؤشرا على انخفاض مستوى الوعي الاجتماعي لدى الغالبية، مشددين على أهمية توعية النساء بأهمية سبل الوقاية من سرطان عنق الرحم وضرورة استشارة الطبيب المختص بهذا المجال، لأن خطورة المرض تكمن في بدايته إذ لا يسبب أي أعراض، لكن مع تقدم الحالة فقد يؤدي إلى نزيف إضافة إلى الشعور بألم شديد، وهو ما يستدعي ضرورة العرض على الطبيب لتلافي المزيد من المضاعفات. ويشير الأطباء إلى أن فيروس الورم الحليمي البشري يشمل نحو 15 نوعا مسؤولة عن الإصابة بمرض سرطان عنق الرحم، وتتمثل طرق الوقاية من هذا المرض بأخذ لقاح فيروس الورم الحليمي البشري والذي يعمل على الوقاية من الإصابة بالفيروس، ويعطى قبل الزواج من عمر 15 عاما إلى 26 عاما أو بحسب توصيات الهيئات الصحية المحلية على 3 جرعات خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر، بالإضافة إلى الفحص الدوري المعروف باسم مسحة عنق الرحم أو الفحص الزجاجي، والذي يسمح باكتشاف أي تغيرات سرطانية في خلايا عنق الرحم وعلاجها في مراحل مبكرة. وينصح الأطباء بعمل الفحص بعد الزواج مرة على الأقل كل 3 سنوات ابتداء من عمر 25 إلى 65 عاما. ويؤكد المختصون أن هناك نوعان لمرض سرطان عنق الرحم، الأول هو سرطان الخلايا المحرشفة الذي ينمو في الخلايا التي تحيط بالرحم، والنوع الثاني ينمو من خلال الخلايا التي تنتج المخاط في أسفل عنق الرحم، وهذا النوع يعد صعب التشخيص بسبب وجوده داخل عنق الرحم، وترتفع نسبته عادة لدى النساء الشابات حيث ينمو الورم في الجزء السفلي للرحم، وإن العدوى السابقة لا تقي من حدوث حالات العدوى في المستقبل. حياكم الله مشاهدينا مجددا. طبعا نقول دكتورة فريال، يعني بالتأكيد الحين أغلب النساء يعني أصبح يعتريها الخوف الآن والقلق، وتفكر يا ترى من أي عمر يعني لا سمح الله ممكن تكون المرأة معرضة لهذا المرض اللي هو سرطان عنق الرحم. طبعا احنا الدراسات أغلبها للأسف اللي موجودة هي دراسات غربية تقوم على الحياة الغربية، وتكون فيها العلاقات الغير شرعية تبدي من سن مبكر، من سن مراهقة. لكن احنا في مجتمعاتنا الإسلامية المحافظة ومجتمعنا الكويتي ننصح المرأة أو تكون معرضة للإصابة بهذا السرطان من بعد مرحلة الزواج. إذا معنات كلامك دكتورة فريال بأن الإصابة يعني تكون لسبب ما وليست عرضية أو وراثية؟ لا، ممكن تكون وراثية أيضا؟ لا لا، في البداية كان في هناك دراسات تقول أنها ممكن تكون وراثية، ولكن الحين
أغلب الدراسات تنفي أي علاقة وراثية بهذا المرض، وكلها ترجع لأسباب اللي هو الفيروس اللي هو الـ HPV فيروس. في عندكم إحصائية بالكويت دكتورة فريال؟ والله تعطينا أعداد مثلا مصابات اللي فيها المرض؟ والله حاولت أني أنا أطلع، طبعا للأسف أنه في الكويت ما في الدراسة هذه، لأن دائما يتم كشف هذا السرطان في مراحل متقدمة، وطبعا دولة الكويت ما تقصر أنها تبعث دائما هذه السرطانات هذه إلى العلاج بالخارج، فعشان كذي ما في نسبة أو إحصائية دقيقة بالنسبة للكويت. لكن في دراسة في المجتمع السعودي معلنين عنها في اللي هو المجلة السعودية السنوية، أن نسبة سرطان عنق الرحم بترتيبها إلى السرطانات الثانية النسائية تصل ممكن إلى بين 8 إلى 9%. يعني نقول إن شاء الله تعالى يعني أصبحوا يتداركون الأمر إن شاء الله. نعم، عالمياً نسبة الوفاة عالمياً نص مليون مرأة سنوياً تموت بسبب سرطان عنق الرحم. يعني إذا عالمياً أيضاً نرجع نخاف من الموضوع هذا. نعم، بس هذه النسبة طبعاً قلت بكثير بعد اللي هو الوقاية منه وهو الكشف المبكر وأخذ مسحة عنق الرحم. إذاً طريقة الكشف الآن دكتورة فريال؟ نعم. شلون تكون؟ طبعاً طريقة الكشف بالنسبة للكتب العلمية والدراسات والدول الغربية إن البنت من تكمل 16 سنة أوكي في هناك اللي هو مسحة عنق رحم سنوية تقوم فيها، ولكن بالنسبة حق مجتمعاتنا الإسلامية المتحفظة بعد الزواج بسنة لا يجب على كل امرأة متزوجة بعد الزواج بسنة أن تقوم بمسحة عنق الرحم، هذه مسحة سنوية إلى العمر تقريبا 43 سنة، ومن بعد 43 سنة كل 3 سنوات، ومن بعد 50 سنة كل خمس سنين. إذن هذه يبي لها ترى نوع من التوعية دكتورة فريال، لأن فيها يعني حسبة معينة لسنوات معينة لكل عمر أيضا يعني. نعم نعم نعم، التوعية جدا مطلوبة، لأن دائما في هذا المرض الوقاية خير من 1000 علاج، وليس فقط يعني هي المسحة السنوية، لكن هناك تطعيم ضد سرطان عنق الرحم اللي هو من 2006 موجود في طبعا أكدت منظمة الصحة العالمية والغذاء الأمريكية، ومتواجد بالأسواق، ولكن لا يوجد توعية كاملة عليه. وهل عندنا التطعيم هذا موجود في الكويت؟ نعم موجود في الكويت. نعم موجود في الكويت، عبارة عن تطعيم يعطى للبنت المراهقة. طبعا هو أول ما بدأ في سنة 2006، وشمل الفئة العمرية اللي هي بين 11 سنة إلى 21 سنة. وبعدها تطور أن نعطيه حق بين 9 سنين و43 سنة. طيب هل تم تجربته هذا يعني؟ نعم، التطعيم. نعم، وبالفعل يعني أتى بجدوى وشافوا لاحظوا بالفعل يعني بعد دراسة أو فترة معينة من العمر أنه ما أصيبت هذه المرأة بعد ما تطعمت دكتورة؟ نعم بالضبط، منظمة الصحة العالمية أو منظمة الغذاء الأمريكية والأدوية. نعم. طبعا لا تقوم بإنزال أي دواء إلا بعد التأكد من أنه هو ما يسبب مضاعفات، هذا أول شيء، والتأكد من تأثيره الجيد والإيجابي. هو عبارة عن تطعيم يعطى للبنت من بعد عمر 9 سنين، يعني من 9 سنين، وممكن أن يستمر هذا التطعيم حاليا إلى 43 سنة. طيب وين يتجهون دكتورة فريال اللي يبون يطعمون من هذا المرض؟ لا، طبيب النساء والولادة، هو نفسه المختص بالنساء والولادة. نعم طبيب النساء. نعم. والولادة. لكن مسألة الفحص دكتورة فريال ما تشوفين بأنها صعبة أو المجتمع ما يتقبلها، خاصة الفتاة في يعني سن المراهقة؟ سنة 16 سنة ما نقدر نفحص المرأة أو نصل إلى عنق المرأة إلا بعد الزواج. أي نعم، بعد فرق إشاء البكارة. لكن قبل شوي ذكرتي بأن تأخذون مسحة، هذاك في الدول الغربية لأن العلاقات غير شرعية. نعم. فتبدي من 16 سنة. لكن عشان كذي أنا قمت. نعم. وقلت أن في الكويت أو في الزواج. المجتمعات يتم بعد الزواج بعد فرق إشاء البكارة، لأن عنق الرحم عبارة عن جزء بين الرحم لكنه هو في نهاية المهبل. نعم دكتورة فريال، تقريبا إيش كثر يأخذ للفترة يعني المرض، ايش كثر ياخذ من فتره حتى ينتشر؟ هي مساله نسبيه. اوكي، بعد ما ان تصاب الزوجه بالفيروس ممكن من بعد 3 سنوات الى 17 سنه هناك عندها خطوره بالاصابه، بما انها هي حملت الفيروس HPV فيروس. لذلك احنا شنو نسوي لما ناخذ مسحه عنق الرحم السنويه؟ نقوم كذلك في فحص دقيق يبين لنا اذا هي حامله للHPV فيروس.
فإذا لقينا أن هي حاملة للـ HPV فيروس تكون متابعتها بشكل أدق، وننصحها نصيحة جدا جدا مهمة أنها بأخذ تطعيم سرطان عنق الرحم اللي يقاوم الـ HPV فيروس. يعني قصدك دكتورة فريال بأن الحمد لله يعني حتى أثناء وجود هذا المرض تقدر تطعم أيضا، نعم. يكون الأثر في علاجها. نعم، حتى الحين في مؤتمر الكونغرس الأوروبي حتى له نسبة تأثير، بالنسبة هو عبارة عن كورس من 3 تطعيمات يعطى بالشهر الأول، ومن ثم بعدها بشهر، ومن ثم بعدها ب6 شهور. إذا خذت المرأة هذه 3 كورسات يعطيها نسبة مناعة تصل إلى 85% من سرطان عنق الرحم. نعم. وهذه النسبة جيد. وايد جيدة، والوقاية دائما خير من 1000 علاج. نعم. هذه شغلة. الشغلة الثانية أن الحين الدراسات والدول الغربية قاعد يتوجهون أن يعطون التطعيم هذا حق المراهقين الأولاد في المدارس من عمر 9 سنين في المدارس، عشان نقل الفيروس هذا يتم التقليل منه عن طريق أخذ التطعيم للأولاد في المدارس. حلو. إذن قلت دكتورة فريال حول الطرق الوقائية والعلاجية لمرض سرطان عنق الرحم. إن شاء الله راح نستكمل هذا الحوار، ولكن بعد هذا الفاصل خلكم ويانا. نعم دكتورة فريال، احنا ودنا ايضا تكلمينا عن انواع الفيروس اللي ممكن تكون في يعني عنق الرحم قبل ما نتطرق الى الطرق الوقائيه والعلاجيه. بس نعم، مثل ما ذكرت هو نوع واحد من الفيروس اللي هو مسبب لسرطان عنق الرحم اللي هو ال HPV فيروس او الهيومن بابيلوما فيروس. نعم. ممكن انت حضرتك تطرقتي حق سؤال، مو كل مرأة ممكن أنها أن هذا الفيروس يؤدي إلى سرطان عنق الرحم. نعم، كان سؤال جدا جيد، فحبيت أني أعقب على هذه النقطة أن هذا الفيروس في منه أنواع كثيرة، ممكن يصل إلى 50 أو 60 نوع غير اللي ما تم اكتشافهم. من أنواع، هناك أنواع ليست خطيرة اللي هما أرقامهم 16 و 18 و 11. هذه الأرقام تسمى low risk HPV virus، والتي تتمثل بظهور الثواليل اللي يتم الكي كنوع من انواع ويتم العلاج. علاجها بنفس الوقت. نعم، اوكي. وتعتبر تقريبا من اللو ريسك او من المسببات الجدا يعني بسيطه أقل خطورة حق التغيير. نعم. لكن هناك الهاي ريسك اللي هي ارقامها 16 18 33 44. ومع تقدم العلم ومع تقدم الدراسات كل ما لنا نكتشف ارقام جديده من هذا الفيروس تسبب اللي هو سرطان عنق الرحم. من كذي مو كل واحدة عندها الـ HPV فيروس إنه ممكن إنه يحوشها السرطان أو يتحول السرطان، فممكن إذا كان من النوع الهاي ريسك إنه خلال 2 أو 3 سنين يتحول حق سرطان عنق الرحم. ولكن في أنواع اللي هو اللو ريسك اللي تكلمت عنها ممكن بعد 10 سنين إلى 17 سنة ونزول المناعة يمكن أنه هو يتنشط ويؤدي إلى تغيير الخلايا هذه إلى خلايا سرطانية. نعم. عندنا أيضا الصورة الثانية إذا حابة تشرحينها. نعم، طبعا فريال هذا يبين لنا نوعال HPV طبعا فيروس مثل ما نشوف شكله، ومثل ما قلت أنه هو في منه اللو ريسك والانترميديت ريسك والهاي ريسك. اللو ريسك طبعا له أرقام معينة أساس هذا اللي شرحتي. نعم، اللي شرحته. والهاي ريسك هم من هو اللي هو 16 18 33 40، وكل مالنا قاعد نزيد. وبالنسبة حق التطعيم يعني ما شاء الله هذا التطعيم من كثر ما كفاءته عالية، أنه في مؤتمر تو كان في شهر 1 في فرنسا اللي هو الكونغرس الأوروبي، قاعد يشوفون ان حتى اللي تصاب في السرطان نفسه نسبه ان هو هذا يعني بعد العلاج انه يمنع انتشار المرض تصل الى 60%، مما يعني يبين مدى كفاءه هذا التطعيم. واللي اتمنى الحمد لله هذا العلاج متوفر، نقول باذن الله. نعم، هذا علاج. نعم. متوفر، ودائما وابدا الوقايه خير من الف. نعم. علاج. تعليقك ايضا وشرحك للصوره الثالثه ايضا المعروضه الان دكتوره. طبعا اي، الصوره الثالثه مثل ما تبين مراحل سرطان عنق الرحم. مثل ما نشوف الصورة الأولى في المراحل المتقدمة حيث في بداية تغيير الخلايا. نعم. ومن بعدها المرحلة الثانية اللي تكون ماخذة جزء من عنق الرحم، والمرحلة الثالثة اللي يكون خلاص السرطان اللي هو وتغيير الخلايا وصل إلى الرحم وتعدى منطقة الرحم. نعم دكتورة، الآن خلينا نتكلم عن يعني الطرق الوقائية من هذا المرض.
شلون المرأة يعني تقدر تدارك هذا الموضوع ويعني تنحي نفسها عن هذا المرض وخطورته؟ طبعا أول شيء دائما وأبدا احنا نقول أن الوقاية خير من العلاج. نعم. فأنا أنصح أي امرأة تحب أختها، تحب أمها، تحب صديقتها أنها تتوجه وتتكلم عن اللي هو تطعيم الـ HPV اللي يسمى بالجاردزيل فاكسين. نعم أنه هو 3 جرعات، نعم أنه هو شوي عالي بالسعر، ولكن دائما الوقاية خير من العلاج. فأنا بصفتي طبيبة وبصفتي في يعني في المقابلة هذه أتمنى أن هذا المسج يوصل حق إن شاء الله السيدات. ها رسالتك إن شاء الله مسموعة ومرئية والكل شايفة ورح يستفيد بإذن الله. والشغلة الثانية اللي هو عدم الإهمال وأخذ المسحة السنوية لعنق الرحم. كل امرأة يجب أن تتوجه إلى طبيب نساء ولادة مرة بالسنة، وإن كانت لا تعاني من أي شيء، لعمل سونار وعمل المسحات واللي منها مسحة عنق الرحم التي تقوم بالكشف المبكر عن التغيير الخلايا الموجودة. جميل. دكتورة فريال، بصراحة يعني لفت انتباهي أكثر لما ذكرتي نقطة بأن المسبب الرئيس يكون الرجل لما نعم. ينقل هذا المرض لها وهذا الفيروس فيسبب لها سرطان عنق الرحم. طيب دكتورة فريال، ليش احنا دائما يعني نقول ان المرأة دائما هي اللي تروح تفحص، دائما هي التي تصاب بالمرض، هي التي يجب ان تطعم؟ طيب ما في عندنا احنا يعني وزارة الصحة يعني بقطاع خاص او مجال ان تنادون الرجال هو ايضا قبل ما يقبل على الزواج مثلا او اثناء فترة الزواج، ليش ما يكشف؟ يعني هو يقي نفسه حتى لا ينقل هذا الفيروس. والله هي او انه يفحص دكتوره حتى انه يشوف يعني لا سمح الله فيما لو هذا الفيروس اصبح عنده موجود. نعم. فيطعم. والله ان للاسف ان الرجل فقط موصل، فاذا سويتي تحليل حق الرجل لا يعالج، التحليل ما يبين في الرجل، يعني هو بس مجرد انه ينقل. اي مجرد انه هو ناقل او موصل، وهو ما ياثر عليه اذا كان هو حامل فيروس. نعم ياثر فيه اذا تعرض حق نوع من الارقام اللي ذكرتها. نعم. اللي تسبب الثواليل، اوكي، اللي تظهر في العضو التناسلي للرجل. من هنا يتم تشخيص ان الرجل هذا مصاب في ال HPV فيروس. لكن هل هناك تحليل معين للرجل انه مصاب او نعم حامل للفيروس؟ لا يوجد. ولكن بالنسبه للمراه نعم. ليش؟ لانه هو هذا الفيروس يعيش في عنق الرحم، ودائما المراه تتحمل الضيم. والله دكتوره فريال يعني للاسف، بس دائما الحمد لله دائما العلاج موجود والوقايه موجوده. إن شاء الله. والمراه طبعا انا نعم. في الكويت دائما السؤال اللي اسالها حق كل مريضه تراجع عندي في العياده. نعم. في ريال كلينك، من تي اقول لها اختي ماخذه مسحه عنق رحم، ترد وتقول لا. قلت لها انت مثقفه، يعني انت انسانه دارسه، ترى يبي لها توعيه دكتوره فريال. انت سامعه عنه؟ تقول انا سامعه عنه. قلت لها زين ليش ما سويتي التحليل هذا؟ اذا هل انت شايفه في قصور؟ ليش ما راجعتي؟ تقول في قصور من ناحيه التوعيه عندنا بالكويت. نعم، في اهمال من قبل المراه في صح في لان تشغل نفسها في الحمل، تشغل نفسها في الولاده. صحيح. تشغل نفسها في التربيه. اذا يجب المراجعه الدوريه. ورسولنا عليه الصلاه والسلام قال ان لنفسك عليك حقا. اكيد صح. ودائما الوقايه خير من العلاج. صحيح. مثل ما نروح حق طبيب الاسنان كل سنه نكشف على اسناننا، مثل ما نسوي تحاليل عند طبيب الباطنيه. هذا من اهم الامور ايضا. نعم يعني. كذلك واحده من الامور التي يجب تعرفها كل امراه ان لازم سنويا تراجع طبيب نساء ولاده، تتاكد من صحتها، صحه مبايضها، صحه هرموناتها. يعني تنصحين ما بين كل ايش كثر يعني فتره وتراجع دكتوره؟ تقريبا كل سنه تراجع. كل سنه؟ كل سنه تراجع. نعم دكتوره، الان خلينا نتكلم عن الطرق العلاجيه. نعم. شلون تتعالج المرأة الآن سواء كانت في المرحلة المبكرة أو المتأخرة من هذا المرض؟ طبعا احنا لما ناخذ مسحة عنق الرحم هذه طبعا نفحصها تحت المجهر، بعد فحصها إذا هناك بداية تغيير في الخلايا اوكي نقوم بأخذ خزعة من عنق الرحم. وفي جهاز يسمى بالكولوبوسكوب، اوكي، يكون مثل تلسكوب في أشعة خضراء تقوم بالكشف عن مدى تغلغل اللي هو هذه الخلايا في عنق الرحم. ومن خلال هذه الأشعة المعينة هذه نقوم بأخذ خزعات، وكذلك نوديها إلى قسم الأنسجة بحيث نشوف إيش كثر مدى تطور التغيير في الخلايا. نعم. التغيير في الخلايا يكون في منطقة مرحلة بسيطة. نعم. ومن ثم مرحلة
متوسطة من ثم مرحلة متقدمة، أوكي، قبل ما أنها تتحول إلى سرطان عنق الرحم اللي هو اللي يسمونه الأسكس لو سي آي إن وهاي سي آي. نعم لها مراحل. نعم لها مراحل في اللي تتم عن طريق الكشف في أخذ المسحات. هذه تكون مرحلة تغيير خلايا وليست مرحلة سرطانية. نعم. من في فيتم الكشف عنها عن طريق مسحة عنق الرحم. نعم. وهذا شيء وايد جيد بحيث إن ما توصل لمرحلة اللي هو إنها تغيرت الخلايا ووصلت للمرحلة السرطانية. نعم. في هذه المراحل أحياناً ما نقوم بإعادة الخزعة بعد 6 أشهر. اوكي ونلاحظ. نعم. ان هل تم هل ونعطيها التطعيم اللي هو الاتش بي في فيروس جارديزيل فاكسين. اوكي وتكون مراجعتها بدل ما تكون سنويه تكون كل من 3 إلى 6 شهور. ومن ثم اذا كانت 3 مسحات طبيعيه تؤجل الى ان تكون سنويه. نعم نعم. لكن اذا مثلا وصلنا مرحله انها مرحله اللي هو متقدمه نقوم باستئصال جزء من عنق الرحم، فقط الجزء المصاب من عنق الرحم نقوم باستئصاله عن طريق عملية جراحية بسيطة جدا، ومن ثم الكشف عنه إذا هو طبعا غير واصل للرحم. ولكن إذا وصل للرحم وانتشر في الجسم تكون هناك يتم علاجه عن طريق إزالة الرحم بالكامل والمبايض، وكذلك العلاج بالكيماوي والإشعاع. نقول إن شاء الله يا رب يعني نحاول ندارك هذا الموضوع، ويعني نقول أغلب النساء إن شاء الله ما توصل إلى هذه المرحلة من العلاج الكيماوي أو استئصال الرحم. نعم. دكتورة حضرتك ذكرتي نقطة جدا مهمة، مسألة الكشف وأنه يكون عندكم يعني كذا مرحلة. نعم. هل القصد منها بأن كل كشف لمرحلة معينة لها علاج معين؟ نعم، فمثل ما قاعد أقول لك هناك العلاجات تختلف يعني. نعم. مرحلة إلى أخرى العلاجات تختلف. نعم. مثلا بالمسح السنوية هذه ممكن تشوفين خلايا لا يجب أن تكون موجودة ولكنها غير خلايا خبيثة. نعم. هذا يسمونه unsignificant يعني undetermined significant. فمثلا تقول لك دكتورة أنا مصابة بالسرطان، من تشوف هذا أقول لها أنت مو مصابة بالسرطان، ولكن هناك بداية في التغيير ممكن نعالجلك عن طريق أخذ خزعة، عن طريق عمل الميكروسكوب اللي هو الكولوبوسكوبي، وأخذ تطعيم سرطان عنق الرحم. نعم. ومن ثم المراجعة المسحة كل 6 شهور، إذا طلع عندنا 3 مسحات طبيعية من ثم تتم بعد سنة. فهذه المرحلة هني نقول المرأة هني تكون محظوظة بعلمها بثقافتها بمراجعتها في اهتمامها في نفسها وعدم إهمالها لما تراجع الطبيب في هذه المسحة، قاعد تحمي نفسها أنها توصل للمرحلة السرطانية. أوكي؟ تحمي نفسها على الأقل المراحل الأولى تقدر تعالجها يعني. بالضبط بالضبط. دائما أي شيء الكشف المبكر. نعم. الكشف المبكر والوقاية عن طريق التطعيم. طيب دكتورة فريال يعني قاعدين نقول بصراحة الله يعطيكم العافية يعني كاستشاريين أخصائيين دكاترة بصراحة الله يعينكم، قاعد تواجهون يعني الكثير من الأمراض خاصة قاعدة تنتشر، نقول يا رب إن شاء الله يصير لها حد يعني باكتشاف الدواء لها. لكن دكتورة فريال خلي أتكلم بلسان حال كثير من يعني المرضى لما يقولك بأن يكون التشخيص بعض المرات غير دقيق، هل بالفعل موجود عندنا الشيء هذا؟ والله التشخيص خاصة يعني المرض هذا هل يكون يعني دقيق؟ يعني لما المريضة تروح بالفعل يكون فيها، أو ساعات يقولش العكس إن هي ما يكون فيها الشيء لكن مثلا يخوفونها يقول والله أنت عندك مثلا. أوكي. أو موجود الفيروس هذا. أوكي. إحنا شنو يصير؟ هو ما يصير إنه هو تشخيص دقيق، هو مخبريا تحت الميكروسكوب نشوف الخلايا يعني يكون واضح خلاص بشكل مؤكد إذا كان موجود أو مو موجود. لكن أحيانا شنو يصير؟ مثلا المريضة يكون عندها مثلا التهابات مهبلية. أوكي؟ يصير معاها قرحة في عنق الرحم. أوكي؟ القرحة نفسها يصير فيها اشتباه، هل هذه القرحة سببها الالتهابات العادية ولا سببها التغيير في الخلايا؟ فهني الدكتور من حق المريضة أن الدكتور يشرح لها أنا قاعد أشوف تغيير في شكل عنق الرحم، ممكن يكون قرحة، ممكن يكون لا سمح الله خلايا سرطانية. أوكي؟ أو تغيير سرطاني في عنق الرحم، لكن الفاصل هني يكون المسحة وأخذ الخزعات. لكن الكشف نفسه اللي يتم عن طريق الميكروسكوب لا، انه هو يكون دقيق اكيد يكون دقيق يعني واضح الى تقريبا يعني 99% نقول انه هو يكون دقيق. نعم. انا استغربت دكتوره فريال، يا ريت لو تشرحي لي هذا الموضوع. يقول لك بان محلول الخل ان له القدره ايضا على اكتشاف هذا المرض، شلون دكتوره؟
والله أنا هذه معلومة جديدة بالنسبة لي، ويمكن لها ارتباط لأن أنا أسوي هذا الكولوبوسكوب. أوكي. إحنا نضع مادة مثل للكشف عن، مو قلت لك عشان لما فرضا سوينا مسحة وشفنا تغيير، نسوي مثل عملية المنظار اللي هو نسمونه الكولوبوسكوب في أشعة خضراء. المادة التي نضعها أوكي للكشف عن طريق للكشف في المنظار هي مادة حمضية أسيتك أسيد. نعم. أوكي. فيمكن الحموضة نفسها اللي موجودة بالخل تعادل الأسيتك أسيد اللي إحنا نستخدمها في الكشف. ففعلا والله ما أدري يعني هل القصد بأن يعني ما شاء الله يعني في نساء أو ربات بيوت أن في البيت ممكن تكشف عن روحها باستخدام الخل مثلا؟ لا لا وتقدر طبعا لأن منطقة عنق الرحم مو منطقة تقدرين يعني توصلين لها، المفروض أنه شيء طبي يكون يعني فحص. نعم. طبي ودقيق. نعم. لا 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 هو إحنا نستخدم هذا الأسيتك أسيد أو المحلول الحمضي في منطقة عنق الرحم، ومثل ما ذكرتك منطقة عنق الرحم منطقة جدا داخل المهبل يعني. إيه صحيح. لا تتم بالعين المجردة يعني حتى أن المرأة لازم يتم الكشف عنها عن طريق وضع معين، عن طريق جهاز معين. بس أن فكرة الحمض نعم صحيحة في الكشف. نعم. دكتورة فريال بصراحة شد انتباهي الشريطة الزرقاء اللي أنت حاطتها، هذه تدل رمز على شنو؟ والله طبعا انا دكتوره متمثله مع هيئه طبعا من بنات تشكلت اسمها مؤسسه سفيره. احنا من خلال هذه مؤسسه سفيره حاولين ننشر، قاعد نحاول ننشر يوم توعوي مثل ما عندنا يوم توعوي لسرطان الثدي، الحين عندنا يوم توعوي اللي هو في يناير يمثل يوم توعوي لسرطان عنق الرحم. الله يعطيكم العافيه. يعني بالشريطة اللي لونها يعني اللي هو الازرق او السماوي. اوكي. وقاعد نحاول ان مثل ما قلتي ننشر ثقافه طبعا. السفيره نفسها عندها طبعا في الانستغرام وعندها في التويتر وعندها في الفيسبوك، وكذلك انا دكتوره فريال عندي في الانستغرام اللي هو فريال كلينيك موجود عندي، دائما اقول واقول ويعني اوصل الرساله ان هي اخذ مسحه عنق الرحم السنويه. الله يعطيكم العافيه بصراحه، لكم الاجر والثواب. نعم. يعني من خلال طبعا وحملتكم هذه زميلاتي في مؤسسه. نعم. السفيره احنا دائما نقوم بزياره المدارس، يعني نكون عندنا تقريبا جوله في المدارس كل شهر الى شهرين، في خصوصا في مراحل معينه تروحوا لها ولا ممكن تتجولوا اي وزاره، اي مدرسه تطلب او توافق على ان احنا نقدم لها محاضره حق البنات وحق المدرسات. حلو. اوكي. وبموافقه وزاره التربيه نقوم يعني مسوين حمله ان احنا نقوم بزياره هذه المدرسه وتوزيع البروتشورات من خلال زميلاتي في الهيئه، وكذلك انا دائما اقدم محاضره واشرح لهم شنو هو سرطان عنق الرحم وشنو هو التطعيم وشنو هو المسح. ما قصرهم بصراحه يعني، هذا للأسف صراحة انجاز يعني بنات الكويت. للاسف انا قاعد اقول لك ما قاعد نلاقي الاقبال او ان رده يعني ما في تجاوب معاكم والله مع التوعية هذه؟ في تجاوب لك لكن مو بالنسبه للمطلوبه، ما ندري ليش وشنو السبب، هل هو اهمال، هل هو اذا نصيحه وكلمه اخيره، هل هو الاعلام اللي طبعا اللي ممكن يكون يعني شويه توصيله للمعلومه. لا. من كذي انا اشكر قناتكم واشكرك اخت وداد انك انت فتحتي لنا هذا الموضوع وقدرنا نوصل هذه المعلومه. هذا واجبنا اكيد، وانت ما قصرتي بالتاكيد بوجودك وافاده طبعا المشاهدات. طبعا ومن ضمن الفعاليات اللي قايمين فيها مع اللي هو مؤسسه السفيره لنشر التوعيه حق سرطان عنق الرحم. لا. في 31 يناير. نعم. اللي هو إن شاء الله وبإذن الله يوم السبت سوف يكون لنا ملتقى في الأفينيوز المجمع المحبوب لدى سيدات الكويت نعم للتكلم طبعا في بروتشورات وفي فلاير وفي محاضرة بسيطة راح أقدمها، وفي خصومات لمسحة عنق الرحم وتطعيم عنق الرحم اللي راح يتشرفون ويحضرون إن شاء الله هذا الإيفنت. الله يعطيكم العافية إن شاء الله، والله يقويكم إن شاء الله في هذه المهمة. شكرا دكتورة فريال على إفادتنا في هذه الحلقة إن شاء الله، ونقول يا رب تكون رسالة توعية للسادة والسيدات المشاهدات بإذن الله. والله دائما وأبدا أختم كل لقاء أو كل مقابلة أو كل محاضرة أقدمها إن دائما البقاية خير من ألف علاج. الله يعطيك العافية. البقاية خير من ألف علاج. أشكرك أختي وداد حبيبتي. وأشكر قناة الكوت. إحنا شاكرين حضورك بالتأكيد وإفادتنا. مشكورة. إذن مشاهدين نشكر باسمكم الدكتورة فريال عبد الحميد العوضي استشارية نساء وولادة وعقم وأطفال أنابيب. طبعا نقول لكم كل الأجر إن شاء الله والعافية لكم، ويا رب الصحة تدوم، ونقول لكم كل الشكر لكل من تابع سلام يا كويت لهذا اليوم، وتحية لكم خاصة منا. مع السلامة.
Thank you.